اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج رحله مع الكتب رحله مع الكتب النهارده تبقى حلقه مختلفه شويه هنطلع بره السياق التقليدي للكتب آه عندنا الاستاذ طارق عبد العزيز وهو خبير الدولي في البروتوكولات والمراسم صدر له مؤخرا كتاب البروتوكول والاتيكيت اسرار مواجهه المواقف الحرجه ده يمكن حاجه تشد الانتباه كتير الأستاذ آه طارق عبد العزيز من مواليد القاهره سنه 1968 حصل على ليسانس الألسن قسم من قسم اللغة الإنجليزية سنة 1989 عمل أميناً لرئاسة الجمهورية من سنة 98 إلى سنة 2008، بالتالي هو عشر سنوات فيها زخم من الأحداث والمؤتمرات الدولية مقابلة الشخصيات العامة في كل أنحاء العالم، وهو حالياً يقيم العدد من الدورات التدريبية في هذا المجال، فاحنا احنا كشعب مصري عندنا كثير جدا بننتقد الشخصيات الرسميه المصريه او العربيه او الدوليه في كثير من المواقف اللي بتجعلنا نسال ايه هو الشخص المهم من وجهه مصر؟ آه بدايه آه اشكر سيادتك لاستضافتي الله يخليك آه وانا سعيد جدا بتواجدي معك في البرنامج المحترم آه. بدايه يمكن هيك في مفاهيم كثيره جدا للبروتوكولات والمراسم م. عبر الازمنه والعصور آه مين 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 بنستخدم معاه البروتوكول والمراسم؟ هل أي واحد بنستخدم معاه البروتوكول والمراسم ولا شخصية ليها مواصفات معينة؟ قد يكون إنها آه شخصية ممكن تكون عامة ممكن شخصية سياسية آه لكن نوعية التعامل معها شكله إيه؟ الشخصية الهامة ليها مواصفات معينة يعني بمعنى ان احنا عندنا الشخصيه دي لازم علشان اعرف ان هل استخدم معاه قواعد البروتوكول والمراسم بحذافيرها بقواعدها ولا استخدم معاه الحد الادنى من المعاملات يعني أو في من عده المجاملة. في عده مستويات من البروتوكولات والمراسم طبعا بدءا من المستوى الاعلى جدا الى المستوى الادنى في المستوى العادي المستوى العادي يعني بمعنى ان المستوى العالي هنستخدم معاه القواعد الصارمه الصارمه وفقا لمنصبه يعني احنا بنتكلم عن رئيس جمهوريه او ملك رئيس جمهوريه ملك وزير رئيس وزراء له شخصيه يعني سياسيه مندوب عن دوله التعامل معاه هو يعني مندوب الدوله بيمثل شخص رئيس الدوله بالتالي لازم تكون مراسمه نفس مراسم رئيس الدوله في شخص مندوب عن الدوله وفي شخص مندوب عن رئيس الدولة م. شخص مندوب عن الدولة يبقى بيمثل مصر أو بيمثل الدولة في مناسبة معينة وفي شخص بيمثل رئيس الدولة بيبقى الممثل الشخصي لرئيس م. الدولة كل واحد ليه الأصول في التعامل م. بمعنى إن أنا دلوقتي لما أقابل رئيس دولة أو أقابل رئيس وزراء أو له من الاعراف الدوليه المتعارف عليها اللي عدم ات... اتيانها يؤتي اهانه ويؤتي بردود عكسيه قد تصل لدرجه إلى الازمه قطع علاقات قد تصل الى قطع علاقات لان تعتبر اهانه انا بتعامل مع الشخص كاني بتعامل مع الدوله وعدم اهتمامي او احترامي لهذا الشخص يبقى عدم احترامي للدوله م. العلم اذا اسات يعني احترام العلم في وجود الشخص او في عدم وجوده يبقى بوجه رساله للدوله هنا فرق بين ان انا بهين الدوله بوجه رساله للدوله هنرجع لمين الشخص ده مين الشخص اللي انا احطه في الفوكس او احطه تحت المنظار واقول ان ده شخصيه مهمه الشخص ده احس ان هو ليه نفوذ يبقى الشخص المهم ما فقط الشخص ذو المنصب بالشرط يعني ممكن يكون كاتب كبير مؤثر تقام له بروتوكولات ومراسم ممكن وعلشان كده بقول لحضرتك ان وفقا لي أب بشوف ابعاد الشخصيه ايه بشوف الشخصيه دون هل زي زي ما قلت في الاول هل اطبق معاه القواعد الصارمه للبروتوكول اللي بيها م. تدخلني في حيز المعامله بالمثل ما بين دولتين فبالتالي يبقى في قواعد صارمة لازم أمشي عليها وأعراف دولية لازم أتبعها ولا شخص أتبع معاه الحد الأدنى من المجاملة اللي تطفي على زيارته أو تواجده الهيبة والإحترام وفي نفس الوقت إذا كان ممثل لدولة فهي رسالة غير مباشرة بالدولة. لإحترام بالدولة. الدولة بالضبط خلينا بعد الفصل نواصل مع الأستاذ طارق عزيز في هذا الموضوع اللي اللي هيبقى فاني بعد كده اه طبعا احنا لسه ما دخلناش <applause> لسه ما دخلناش استاذ طارق عبد العزيز في سلوك لكبار الشخصيات يجب ان هم يحافظوا عليه وبالتالي في سمات لهذا السلوك ايه هي سمات سلوك كبار الشخصيات والله هي تختلف زي ما بقول حكي من شخص لاخر لكن في سمات ممكن بتبقى فيها نوع من الوقار والحكمه دي سمه من سمات الشخصيات الكبيره بتتسم بالهدوء بالثبات الانفعالي بنوع من الحكمه بنوع من التأودة في في الكلام بعكس شخصيه بتتكلم باستعجال بتتكلم بنوع من عدم الاتزان وقد يكون الاثنين شخصيه تتبع معها البروتوكول يعني بمعنى ان في بعض الرؤساء وهم بيتكلموا تحس ان وشوا فلاد و... الرئيس بوتن. الرئيس بوتن ان وشه فلات جدا وهادي وعنده من الثبات اللي فعلا زي رئيس بوتين رئيس بوتين تحس ان ان ان, وشه بيدي نوع من الصرامه والثبات اللي بس لا هو صعب هو صعب جدا يعني أه. انا نفسي شخصيا اتعاملت معاه شخصيا لما آه. هنا مصر والحقيقه يعني كنت مستمتع جدا بالتعامل معاه أنا حسيت تعلمت منه كتير جدا. ومثلا ممكن نلاقي يعني بوتين من الرؤساء القلائل حاليا في العالم اللي صعب جدا يخطئ في المراسم في البروتوكولات وفي الاعراف. ورئيس كوريا الشماليه. ورئيس كوريا الشماليه آه. رئيس كوريا الشماليه ما تقدرش انك تجيب اي اي انفعال ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. <applause> لكن على مثلا على سبيل المثال على فكره اللي كان عنده ثبات انفعالي جدا جيرالد فورد رئيس امريكا كان صحيح عنده وحصل دي في اثناء محاوله الاغتيال بتاعته يعني قابل المحاولة الاغتيال بنوع من الثبات الانفعالي يمكن الحرس اتحرك هو كان كان ثابت جدا يعني في في رؤساء او في شخصيات كبيره بتستخدم مثلا body لانجوج كتير جدا وهي بتتكلم ده كان رونالد ريجن كان رونالد ريجن باعتباره كان ممثل اه فكان غالب عليه الشخصيه الـ الـ او الاداء الحركي, الحركي ريتشارد الـ 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 نيكسون ريتشارد نيكسون كان يمكن غالب عليه ولكن بعد موضوع واتر جيت يعني نوع قلل لان هو كان دماغه شغاله او اتحط في موقف الدفاع عن النفس فبدا مش مش بيتبع البادي لانجوج بقدر ما هو بدا البادي لانجوج بتاعه بيبقى خافي انر بقى من جواه أكتر منه هو بيحاول ان هو يعني يتعامل مع نفسه علشان يحاول يظهر وجه اخر لل جاك شراك والله جاك شراك كان مست ويمكن ده انا برضه يعني اتعاملت معاه ان هو مبتسم وكان بيعتمد على وشه فيه اريحيه جامده بعكس فرانسوا ميتران فرانسوا ميتران كان كان جامد جدا ساركوزي كان كان برضه في يعني ما بين الاثنين ما بين الابتسامه وما بين الصرامه شويه بعكس اولاند دلوقتي اولاند يعني يمكن في بدايه اول ظهوره ك رئيس لفرنسا ارتكب اخطاء كبيره جدا جدا زي بتاع لا هو يعني يمكن كمان يمكن خبط في المستشاره الامريكيه الالمانيه أه وهم ماشيين وبعدين أنجلما. وهو بيدي التحيه للعالم الالماني وقف فتره كبيره فاضطرت انها هي تلفت نظر <applause> وت... فطبعا هو ما فيش شك ان الحياه في البروتوكول والمراسم بتختلف ويمكن رجل المراسم هنا لو هو مش متمكن من البروتوكول هيواجه صعوبه جامده جدا يعني انا بتكلم حاجة بخبره ان البروتوكول دون عجينه. م. تقدر تشكلها زي ما انت عايز. يعني عامس. ما هيش ثابته قوي بس تقدر ان انت تطوعها بحيث ان الشخص. طبعا. بس هو الرئيس او المسؤول الرجل البروتوكول والمراسم هو اللي بيوجهه. هو اللي بيوجهه ولكن في رؤساء بالفطره عندهم الـ الـ الميل المساله دي الـ الميل ده يعني احنا عندنا من الرؤساء المصريين على على مر نقول من بعد 52 يعني الموضوع اختلف جدا بعد الرئيس محمد نجيب يعني الفتره دي كان فيها الحكم شويه يعني يمكن عسكري فكان واخدين على تطبيق المراسم العسكريه وما كانش في دماغهم قوي في تطبيق البروتوكولات قوي بقدر ما هم كانوا الموضوع يعني عاوزين يعني يتعاملوا مع الدوله م. مش مش, مش يعني مش مدينا اهميه قوي للبروتوكول بعكس لما جه الرئيس جمال عبد الناصر لما خلينا ب... مع جمال عبد الناصر بعد الفاصل لان رايي ان البروتوكولات ومغازل في عهد عبد الناصر كانت نقله نوعيه في مصر صحيح خلينا بعد الفاصل نواصل مع الاستاذ طارق عبد العزيز خبير الدولي في البروتوكولات والمراصد الرئيس جمال عبد الناصر مع صلاح الشاهد عملوا نقله نوعيه في قواعد البروتوكولات والمراسيم في مؤسسه الرئاسه. فعلا هو يمكن وجود صلاح الشاهد رحمه الله عليه في الحقبه الملكيه <applause> مع الملك فاروق ويمكن شاف تطبيق القواعد في القصور فنقلها إلى الجمهورية، نقلها ببساطة بمعنى أدق يعني بنوع من التبسيط للجمهورية، وخاصة إن بعد 54 بدأت يبقى في استقبال من رئيس جمال عبد الناصر لوفود مع الجلاء، مع دول بدأت تيجي، فأصبح إن حتمًا لازم تطبق المراسم بطريقة يعني دولية سليمة سليمة جدًا فالحقيقه بدا فعلا ان هو يبقى في استخدام جيد جدا للقصور بتاعه الرئاسه بدا بدايه من قصر عبدين بدايه من قصر المنتزه قصر القبه فبدا في استخدام للقصور هنا دايما الدول بتعتمد على تراثها المعماري في في استقبال الرؤساء يعني كل كل واحد بنقول بي ايه بيتباه. يعني بيتباهى باللي عنده بتاريخه في الموضوع دوت. اه. فنيجي مثلا نشوف روسيا تلاقيهم كرملين كريملين. ويشوف الساحات اللي وفي في اوض في 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 معينه يدخلوها يعني مش اي اوض يدخلوها في اوض معينه يدخلوها مرتبطه بتاريخ معين مرتبطه باحداث معينه. احنا عندنا هنا استخدامنا لاسر عبدين ولكن يمكن قصر عابدين ما بنستخدموش قوي لان طريق الطريقه البنائيه فيها او الطريقه الانشائيه فيها فيها نوع من الخشب كتير م. فالاستخدام كتير ممكن يؤثر على حاله نصر اه فطبعا الفتره بتاعت رئيس جمال عبد الناصر كانت بتشهد نقله نوعيه ما بين التطبيق الرسمي قوي وما بين التبسيط أو الاتجاه نحو الناحية البساط ناحية البساطة فبدأ إن هو فعلاً بقى يبقى فيه نوع من نقول إسباغ شخصية الرئيس كمان الشخصية المتبسطة الشخصية اللي, اللي هي العلاقة الحميمية ما بين الرئيس والرؤساء والزعماء والثوار لأن عارف عارف دكتور خالد هو في مشكلة دايماً بتواجه من يطبق المراسم سواء كان رجل المراسم أو الشخصية اللي بتطبق المراسم الناس دايماً بتبص اللي بيطبق المراسم يعني بتبص ان هو يعني شخصية يعني بقى يعني هيعمل قواعد معينه يستخدم قواعد معينه هيبقى في نوع من لازم اتبع معاه طريقه معينه في والا اغلط فبتعمل نوع من اضطراب في العلاقه م. فرجل المراسم هنا مهمته ان هو يبسط يبقى وسيله سهله ما, ما يبقاش فيه نوع من الحديه الحديه بالظبط كده آه هنا نجح آه صلاح الشاهد في لعب الدور دون كويس جدا مع أوه. الرئيس جمال عم. عبد الناصر في بقى رئيس السادات اللي انا من وجهه نظري تعتبر يعني لامعه يعني ليه لان رئيس السادات كان محب جدا لتطبيق المراسم اولا اداؤه الشخصي هو أداء طبيعه اداؤه خرافيه أوه. انا عايز اقول لك ان السادات الله يرحمه ياسين اللي بيدرس شخصيته كويس جدا انور السادات كان شخص يجيد شخصيه مركبه فكان عنده خطاب خاص بالفلاحين صحيح فلما يروح ميته بالكوم مع همت يلبس الجلابيه يلبس الجلابيه ولا يا بنتي يا همت احنا في المولد النبوي كنا بنجيب بطه وبن على الطبليه وبنقعد ناكل وده زينا زي اخواننا الفلاحين والعمال فهو هنا بيخاطب ذكاء جمهور ذكاء وفي القاهره بيلبس اشيك بدله وبيخاطب جمهور صحيح. لما بيسافر بيخاطب جمهور فهو مدرك للجمهور المخاطب يعني هو كان رجل اعلام بامتياز ده غير كده سألوه زمان قالوا له يعني هو ليه اه تم اختيارك لأنك تلقي الخطاب او البيان بتاع الثورة أوه. فكان ردهم قال لهم ان الرئيس بيان ثوره 23 و يوليو آه صباح يوم 23 و يوليو صحيح فالرئيس الله يرحمه جمال عبد الناصر قال لهم لان السادات عنده اداء تمثيلي بالفطره فلما سالوه قال لهم انا فعلا كنت نفسي اطلع مثل. ممثل فهو الحقيقه كان بيجيد جدا اداء البروتوكول وحفظه قوي قوي اسرته كانت حافظه كويس قوي المراسم البروتوكوليه علشان كده لما كان بيسافر كان الرئيس الوحيد اللي كانت اخطاؤه قليله جدا نجح الرئيس السادات انه يعمل مزج ما بين الرسميه والشعبيه بس هو كان بيكسر بروتوكول ساعات يعني انا اعرف ان هو في زيارته لمطار برج العرب قبل حرب اكتوبر وقف الحرس ونزل يشرب قهوه شايف في قهوه بلدي والله هي هي دي كمان مش في الـ في ال مره عملها في المعموره في لا وفي في اسماعيليه في في جامع وفي اسماعيليه اتعملت كمان وفي اسماعيليه اتعملت يعني اذ فجاه الحرس هو راجع من مطار برج العرب صحيح العسكري في الوقت ده قبل حرب اكتوبر وقف الحرس ونزل شرب شاي على في كشك على الطريق بس احنا لو هنتكلم على كسر البروتوكولات كل رئيس كسر البروتوكول ولكن كسر البروتوكول مسموح جدا في ايه؟ ان انا مع شعبي اكسر البروتوكول فدي تبني شعبيه الرئيس فدي توصل يبقى في نوع من التواصل الجيد ما بيني وما بين بس عفويه الشعب. الكسر هي اللي بتبني الشعبيه جدا والشعب الشعب بطبيعته فاهم قوي انه هو كسر البروتوكول عشانه. في زياره انبياء رئيس مصري تدرس وهي زياره الرئيس انور السادات للقدس لاسرائيل في سنه 77. اكيد دي مش تدرس دي فيها بس. هي ثبات انفعالي فيها التزام بالبروتوكول يعني انت حضرتك ايه عن هذه الزياره؟ لا الزياره دي بالذات حضرتك بتقول تدرس لا هي مش تدرس وبس ده تدرس. وتحكى للاجيال وممكن يتعمل عليها فيلم وقول اذا شئت قول اللي حضرتك عاوزه لان الرئيس سادات يعني خلي بالك هو بيواجه العدو فثباته هو ثبات البلد اللي هو بالظبط انا المنزل. انا مش هسميها انا مش هسمي الزياره دي اداء مراسمي انا هسميها جيم اتلعب مظبوط هي كده؟ جيم اتلعب مظبوط بمعنى ايه؟ من قوه رئيس الدوله ومن قوه من يطبق بدون يعني التحديد في شخصيه رئيس الدوله من يجيد تطبيق البروتوكول هي جيم اذا قدرت انك تحسن الاتصال والتواصل وتوصيل رساله للاخر باي لأن شكل رئيس الدوله حينما يلتزم بالحرفيه ويطبقها بامتياز هو بيطبق قوه الدوله وتعبير عن قوه الدوله طبعا طبعا الزياره دي من اول ما اتفتح الباب بتاع الطياره؟ بتاع الطياره، على لاحظ لاحظ بقى اللقطه اللي هتيجي دلوقتي على المستقبلين منهم جولدا مائير، شيمون بريز، كانديان إن هم باصين وبعدين هم نفسهم في حاله غير مش مستوعبين الموقف ان رئيس مصر نازل على ارضهم دلوقتي، هو بقى شوف احساسه ايه لما هيتفتح باب الطياره وهو يطلع كانه طلع على خشبه مسرح بيواجه بيها جمهور وهو البطل وهو البطل هو هو وان منشوه. دور البطل هو وان منشور اول ما فتح رجل منتصر رجل نازل بقوه بثبات طيب. فعالي خلي بالك وهو نازل كانوا الاسرائيليين بيلعبوا لعبه جامده قوي عملوا ايه فيه كانوا خايفين ان الباب لما يتفتح ينزل منه كوماندوس فيقتلوا كل القاده الاسرائيليين فهم موجهين الكشافات كامله علي. عليه عشان كده لما اول ما اللقطه تيجي على الرئيس السادات وهو نازل هتلاقي الاضاءه جامده جدا بعدين خفت. وبعدين خف. وبعدين بدات تخف لان هم كانوا موجهين حاطين وراء الحرس الشرف كشافات واول ما نزل موجهينها عليه هو تعامل مع الموقف ده بحرفيه رهيبه لو تلاحظ حاجة ان هو اول ما نزل ما بصش قدامه اول ما نزل بص ناحيه اليمين ليه عشان يتفادى الـ الـ الاضاءه الجامده فبالتالي ما يقفلش عينيه او او يبقى فيه نوع من الشك او, أو الصدمه على على وشه فمودي دي وشه الناحيه الثانيه وعمل نوع من الاداء التحيه يعني الحركة الايد بعد ما نزل او التحية. لا وهو واقف وهو, وهو واقف فوق الضوء. الضوء وهو واقف فعمل الحركه دي عشان يعني ما يقفلش عينيه ويبان بالظبط بالظبط دايما زي بقول حك من يملك الاداء المراسمي على خلفيه قويه وعلى خلفيه خبره يجيد توصيل الرساله من اقصر الطرق هو لما نزل بقى كانت اللقطه الثانيه الاجمل ايه اتفرج حك على الثبات الانفعالي كانه يعرفهم من زمان ما كان ما كانش فيه عداوه ما كانش فيه ف... لعلم حضرتك هو كده يعني آه هو اذهلهم اذهلهم في استعراض الحرس الشرف والسلام استعراض لحرس الشرف كان اولا انا بقول لحضرتك ودي عن يعني ناس كانت قريبه جدا وموجوده في الـ بيقول لك ان بعض حرس الشرف كان مبهور بالسادات وهو ماشي قدامه. يعني حرس الشرف الاسرائيلي كان مبهور بالسادات وهو ماشي قدامه، اولا هم طالعين من مود ان هم بيؤدوا خدمه <applause> إلى أن إن هم بيبصوا على رئيس جمهورية مصر العربية ماشي قدامنا آه. ماشي قدامنا دي بالنسبة لهم يعني آه لحظة تاريخية بالنسبة لهم إن هم شايفين الموقف ده م. بالتالي هو لما كان لو تلاحظ بقى اللقطة وهو ماشي نظرة عينه كما لو كانت لواحد واحد منهم فمش مش ماشي ماشية سريعة وماشي بنوع من التفقد لأ كأنه بيوصل لكل جندي من اللي موجودين رسالة أنا الأقوى أنا المنتصر بقى تعال بقى هيك بقى مساء أو تاني يوم عملوا له نوع من المجاملة مقدوبة عشاء أغشاء. أو تقريبا غداء مش مش فاكر المو. لكن أنا مش هتكلم على يعني مناسبتها كانت غدا ولا عشاء ولكن وهو قاعد هو قاعد معاهم بيتذكر ال الكلام اللي كان بيغضب جولدا مائير ولكن هي حتى علقت عليه قالت له انت زمان كنت بتقول لي السيده العجوز وخدوها بضحك فهو كمان قدر ان هو يوصل معاهم لمرحله ان يتقبلوا ما كان يقال عليهم منه منه, منه وبضحك وهم اللي قالوها على لسانهم هم مش انا قلت انا ما قلتش حاجه اه انا ما قلتش حاجه قلت لك سيد انت اللي بتقولي دلوقتي بتفتكري اه فبدات الزياره تكتسب ثقه وهو بقى ياخد ثقه اكتر وهم بداوا يبقى في نوع عندهم تقبل لاستماعه بعد الموقف ده وده اللي حصل في الكنيست لما قام وقال ايات الذكر الحكيم كامله لا, لا الخطاب ده يدرس بس خلينا يعني بلا ادنى شك هذه الحلقه كانت فيها الكثير من المعلومات كانت سريعة إلى حد إن إحنا محتاجين حلقات تانية فأستاذ طارق عبد العزيز سؤالنا في هذه الحلقة كيف ترى أداء البروتوكول المراسمي عند عبد الناصر والسادات الرئيسين واللي هيدينا هذا التقييم من وجهة نظره هيبقى مجموعة من الكتب هدية من البرنامج وللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامج رحلة مع الكتب نراكم مع الأستاذ طارق العزيز